هل سمعت سابقا عن الأحافير؟ نعم، أقصد تلك البقايا المحفوظة في الصخور لكائنات مقرضة عاشت قبل ملايين السنين. لكن ماذا ستكون ردة فعلك عندما أخبرك أن أحد هذه الأحافير ما زالت حية وتتحرك بيننا حتى يومنا هذا، وأن دماءها أغلى من البترول؟ أهلا بكم في قناة ميزاب، متابعتكم شرف لنا، فضغطة زر الاشتراك والإعجاب تعني الكثير. تعيش على كوكب الأرض أنواع كثيرة من سرطانات البحر أو السلطعون كما يحلو للكثير أن يسميه، والحيوان العجيب الذي سنتحدث عنه اليوم هو أحد أشهر تلك السلاطيع. بطل حلقتنا هو سلطعون حدوة الحصان، وهو حيوان ينتمي لمفصليات الأرجل، يشبه شكله مزيجا بين العنكبوت والقمل، ويعيش في أعماق المحيط الهندي والأطلنطي والهادئ، ويتواجد بكثرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويعتبر هذا السرطان البحري أحد أقدم الأحياء في عالمنا على الإطلاق، حتى إنه أقدم من الديناصورات نفسها، ويعتقد العلماء أنه يعيش على الكوكب منذ نحو 450 مليون سنة. وسموه بالإحفورة الحية لأنه لم يتغير تقريبا منذ ظهوره إلى يومنا هذا، فلم تظهر عليه سوى بعض الطفرات المحدودة جدا، حيث يمتلك 10 عيون و6 أرجل، ولا يزال يتكاثر بنفس الطريقة، حيث تضع أنثاه حوالي 120 ألف بيضة في المرة الواحدة. هذا يعني أنها تضع ملايين البيوض كل عام، ولكن رغم ذلك فهو مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر، فصيادو الولايات المتحدة الأمريكية وحدهم يصطادون منه 600 ألف سلطعون كل عام، وذلك لأن السر يكمن في دمه. ولكن كيف؟ يمتلك سلطعون حدوة الحصان دما أزرق اللون، يكاد يكون هو الوحيد على كوكب الأرض الذي يمتلك دما أزرقا مشعا كهذا، وهذا الدم يحتوي على أقوى المضادات الحيوية الطبيعية في العالم. ففي ستينيات القرن الماضي اكتشف العلماء أن سلطعون حدوة الحصان لا يتأثر بالجروح، ولا تتبرعم فيه التهابات من أي نوع عند إصابته بخدش أو جرح، لأن دمه يفرز مادة رغوية تحاصر البكتيريا والفطريات وتحيط بها وتمنع اقترابها من الجروح أو حتى الدخول إلى الجسم. ويستخدم هذا الدم في الكشف عن أي تلوث أثناء تصنيع كل ما يمكنه إدخاله في الجسم البشري، من لقاحات تطعيم وحقن وريدية وحتى الأجهزة الطبية التي تزرع داخل الجسم البشري. يتم اختبار مدى تعقيمها عن طريق تمريرها في دم السلطعون، ولذلك لا يعلم معظم الناس حول العالم أن حياتهم حرفيا مرتبطة بهذا السلطعون الصغير. ولكن ما سر هذا اللون الأزرق؟ وهل حقا أن سعر دم هذا السلطعون أغلى من البترول؟ رشفة قهوة من ميزاب. دم سرطان حدوة الحصان يتميز بلون غريب أزرق براق، وذلك لاحتوائه على الهيموسيانين، وهو البروتين الذي ينقل الأكسجين في الدم، ويتميز باحتوائه على النحاس، بينما دمنا أحمر لاحتوائه على الهيموغلوبين الذي يحوي الحديد لنقل الأكسجين. وصدق أو لا تصدق، فإن اللتر الواحد من دم هذا السلطعون يصل سعره $13,000، أي أن حوالي 4 لترات من دمه أغلى من 1000 برميل بترول، بل إن هذا الدم بالفعل ثروة اقتصادية وعلمية كبيرة، ف270 ألف لتر منه قيمتها 3,600,000,000 دولار. هل سمعت من قبل عن حيوان أكثر غرابة من سلطعون حدوة الحصان؟ أخبرنا بذلك في التعليقات. انتهت هذه الحلقة من ميزاب. إن كنت تريد أن تعرف المزيد عن أكثر القصص والكائنات والأماكن غموضاً وغرابة حول العالم، ندعوك أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك جديدنا أولاً بأول. قناة ميزاب، عمق الطرح ومتعة المعرفة.